باسم الآب والابن والروح القدس. نقول تعليق صغير على قرايات بكرة، بيقول سبحوا الرب تسبيحا جديدا. ايه الجديد اللي حصل؟ ايه الجديد اللي حصل؟ الجديد بسبب قيامة ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. اليهود كانوا بيعبدوا ربنا، بس العبادة بتاعتهم بيعبدوا بالحرف وبيعبدوا تحت خوف من ناموس. لكن الجديد الحب اللي أظهره المسيح وطيار القيامة والقوة والنعمة اللي دب في حياة المؤمنين. القيامة قوة، قوة بتعمل في الإنسان، تعمل تغيره، تحببه في السماء، تديله نعم وبركات كثيرة، تديله سلام، تديله نعمة، تديله معرفة مين هو المسيح ومين هو الله وقد ايه بيحبنا. فعشان كده القيامة دي حاجة تانية خالص. فيبقى الانسان مدفوع بحب بقى وهو بيعبد، يعبد الله بايه؟ بحب. زي بيقول في الآية اللي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من ظلمة الى نوره الايه؟ العجيب. تخبروا بفضائل. فبقت الحب الشديد ده يخلي الناس مش بس تعبد ربنا وكمان تقدم نفسها للشهادة، يشهدوا، يقدموا ربنا دمائهم، يبذلوا ويسكبوا دمائهم من اجل المسيح. وده اللي النهاردة الصبح في القداس النهاردة كان بيقولوا ازاي ان بطرس ويعقوب، اسف، بطرس ويوحنا لما مسكوهم وهددوهم وقالوا لهم ما تبشروش بالاسم ده، لان كان في راجل عاجز من بطن امه لما دخل قديس بطرس الرسول ويوحنا الرسول وهم داخلين لقوا الراجل له كده هو عايز منهم بيشحت، فعايز منهم حسنة. قالوا له بص لينا، اللي لينا هندهولك باسم يسوع المسيح، قم. فقام الراجل، فهم اتغاظوا مسكوا فيهم وقالوا لهم ما تبشروش بالاسم ده وهددوهم. لكن يقول ان هم راحوا وصلوا، مع الصلاة امتلأوا منين؟ من الروح القدس. فالصلاة بقت دلوقتي الوصلة اللي بيننا وبين ربنا، بتسكب فينا قوة القيامة، قوة الحب للمسيح، قوة معرفة ربنا يسوع المسيح، قوة إيمان بمين هو ربنا يسوع المسيح، وتخليني قوي جدا. القيامة تدب فيا تخليني قوي جدا، وتخليني فرحان جدا، وتخليني بحبه بطريقة تانية خالص. فعشان كده لما أعبده فرح وسبحه تسبيح جديد. جديد يعني غير القديم. القديم دايما في نقص، في تعب، القديم دايما، لكن الكمال في الايه؟ في المسيحيه. عشان كده الناموس بتاعنا نسميه ناموس الايه؟ ناموس الافضل، شريعه الكمال والناموس الافضل، لانه مبني على الحب ومبني على النعمه اللي المسيح اداها لنا. عشان كده هتلاقوا في انجيل عشيه بيتكلم بطرس الرسول لما في المعجزة الأولى اللي موجودة في لوقا، قديس معلمنا إنجيل قديس لوقا أصحاح 5، لما قال له ألقي إيه الشباك، ادخل للعمق، وقال له تعبنا للكل ولم نصطاد شيء، قال له ألقي الشباك، قال له على كلمتك ألقي الشبكة. وبعد ما ألقى الشبكة وجاب سمك كتير، قال له اخرج من سفينتي يا رب فإني رجل خاطئ. الباكر بيتكلم على المعجزة الثانية اللي هي بعد قيامته، لما المسيح ظهر لهم على شاطئ بحر تبرية وقال لهم عندكم إدام يا غلمان، وقالوا له ايه؟ قال لهم القوا الشبكة. فألقوا الشبكة المرة دي وجذبوا 153 سمكة كبار. خلي بالكم، وضع تاني، يعني جياد، يعني سمك حلو. لان المسيح قال قبل كده المثل بتاع الشبكة الجامعة فيها الايه؟ الحلو والوحش. لكن الجياد دي ترمز للايه؟ للابدية، ان هم هيجيبوا نفوس للابدية. وازاي المسيح كان محضر لهم سمك مشوي وجمر، ومشوي على جمر، وان هو المسيح كان معاهم. والمسيح في الحادثة دي رجع لبطرس الرسول رتبته، لانه بطرس الرسول لما كان انكر قال له اتحبني يا بطرس؟ قال له ارعى ايه؟ غنمي. اديهم قوة فالهب قلبهم. فبطرس لما قال له ثلاث مرات حزن، لانه قال له ثلاث مرات. هتلاقوا البولس بيتكلم، بيقول يقول لهم ايه؟ يقول لهم في البولس ان كنتم
قد سمعتموه وعلمتم به كما هو حق في يسوع، فاطرحوا من جهة التصرف القديم بقى. خلاص بقى اللي خد القيامة يطرح التصرفات الايه القديمة، الكذب والمكر والغش. ما ينفعش يعيش بالحاجات دي بعد كده. اللي حب المسيح عاش للمسيح، داء المسيح وعرف المسيح وعرف قوته وعرف نعمته وبقى عايش له بقى، فيطرح من جهة التصرف القديم الحاجات الوحشة اللي هو الايه الانسان السابق، من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الطغيان، تتجددوا بروح عقلكم والبسوا الانسان الجديد المخلوق نظير الله في البر وقداسة الحق. ده بناخده ازاي؟ المسيح بنعمته بيسري فيا قوة، فيديني قوة، يديني قوة قيامة. قوة القيامة دي تخليني ان انا في المواقف المختلفة مخنوش، اتصرف تصرف ايه كما يليق به كأولاد له، لاني مدفوح هنا بقوة جوايا، مش قوتي انا الشخصية ولكن قوته هو. زي ما قلنا دي بتيجي ازاي؟ بتيجي بالثبات في ربنا يسوع المسيح. ما ينفعش ان احنا بعد القيامة نعيش في الحاجات الوحشة دي. عشان كده لازم الانسان يصنع البر، يقول كل من يصنع البر مولود منه. ابليس من البدء يخطئ، واللي بيصنع الخطية ده ابن الابليس. فعشان كده نحن لنا شاكل العالم، احنا عايزين نبقى زيه بالظبط، ولو في غلطة كده في النص بنقدم توبة ونقوم بسرعة. ما نعرفش احنا الكلام ده، احنا نعرف المسيح وبس. المسيح بقداسته بطهارته ببساطته بحبه بطهارته بنقاوته. هل ممكن انسان مسيحي يعيش في العالم بره زي ما يعيش باي طريقة زي اهل العالم، كذب ولف ودوران وشتيمة وخبص وغش وسرقة وشهوات ونجاسات، ويجي الكنيسة يتناول بس ويمشي؟ مش ممكن. ها؟ فعشان كده الانسان يعيش اللي ايه بقوة ربنا، يعيش البر، حياة البر. ان علمتم انه بار فكل من يصنع البر فهو مولود ايه منه. يا ريت تقروا الاصحاح ده، اصحاح جميل جدا، دولكم واجب تفرحوا بيه قوي، اللي هو رسالة روح معلمنا يوحنا الرسول الاصحاح الثالث. بيقول ان ابليس من البدء بيخطئ، واللي بيكره اخوه دوت بعد عنكم ده قاتل نفس، زي قايين. قايين قتل اخوه لانه في اعماله شريره ولانه ما بيحبش فقتل اخوه. طب والمسيح عمل ايه في اخواته؟ احيانا وضع نفسه من اجل ايه؟ من اجلنا احنا. مش يتقال عنه انه اخ بكر بين ايه اخوه ايه كسرين. عملت يا رب؟ جيت ليه؟ جه علشان يضع نفسه من اجل الايه الكثيرين. لكن قايين قتل اخوه واخذ حياة اخوه. فعشان كده في القيامة نحيا القداسة ونحيا الحب الوصية الجديدة ونحيا مع ربنا واحنا باصين للسماء. احنا اوعوا تقولوا احنا ضعفة وما ينفعش ان ايه ازاي نعيش الكلام. لا، بنعمة ربنا بقوة المسيح بقوة القيامة اللي فينا نطلب وناخد. الى الان لم تطلبوا شيء، اطلبوا عشان تاخدوا عشان فرحكم يبقى كامل. الناس بتعرف تطلب حاجات كتيرة مادية، مين شاطر يطلب حاجات روحية؟ يقول يا رب عايز ابقى شبهك، مش عايز ازعلك، عايز ابقى مولود منك، عايز ابقى ايه مولود منك. فعشان كده ده البولس اللي تقرا، البولس اللي تقرا. وفي الكاثوليكون بيقول لنا على الوصية القديمة والوصية الجديدة. يقول لنا الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتهم من البدء، واكتب لكم ايضا وصية جديدة، ما هو حق فيه وفيكم ان الظلم قد مضى والنور الحقيقي الان يضيء، فمن قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو في الظلم. الترمومتر بتاع احنا خدنا الحياة الجديدة وقوة القيامة بتحيا فينا ولا لا هو المحبة. لو لقيت نفسي اتمنى الخير للناس كلها، ولو دخل فيا فكر وحش عن حد او فكر مش حلو، غيرة من حد او حسد من حد او تحقير لحد او غيظ من حد عمل فيها حاجة وحشة او ادانة وتكفير لحد ده وحش، يبقى ده معناها ان انا ايه ده فكر مش من المسيح، ده فكر منين؟ من ابليس. لو اتملك مني الفكر ده يبقى انا لسه في الايه في القديم مش في الجديد.
لكن لو كنت بقاتل واصلي واقول له يا رب ابعد عني الفكر الوحش ده، واديني اشوف فلان ولا فلانه بعينين الحب وبعينيك انت، وعايز ابني كل انسان وابارك كل انسان وافرح بكل انسان وكل انسانه، يبقى انا هو ابن ربنا. اتمنى الخير للكل واحب الكل، بارك باركه ولا ايه ولا تلعنه. هي دي الحياه الجديده بقى. يقول النور الحقيقي الان يضيء، فمن قال انه في النور وهو في اخاه فهو في الظلمه الى الان. من يحب اخاه فهو ثابت في النور. لو لقيت نفسي بسب على ده وبسب على ده وسب على ده، ما تخدعش نفسي، انا ايه لسه بعيد، انا في الظلمه لسه، انا لسه فين في الظلمه. فده اللي بيتكلم عن الحب في الايه في الكاثوليكون. وايضا الانجيل بيتكلم وسبحوا الرب تسبيحا جديدا لان الرب قد صنع اعمال عجيبه، اللي هو عمل القيامه ده، ادى قوه للمعي، يعطي المعي قوه بقيامه المسيح. صار المعيا اللي تعبان اللي ملوش قوه بقى له ايه؟ بقى له قوه، بقى له نعمه، ها؟ يفجر فينا من جوه قوه ونعمه، فيعطي المعي قوة. يبقى سبحوا الرب تسبيحا جديدا، ليه؟ لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. هللوا الرب يا كل الأرض. يبقى الواحد يطلع من بقه التهليل لله والتسبيح لله وهو فرحان. هللوا الرب يا كل الإيه الأرض، سبحوا وهللوا ورتلوا. هللوا يا سبحوا ورتلوا وإيه وهللوا. يهلل الواحد يبقى فرحان، يعيش حياة الفرح بربنا. انتوا عارفين الانجيل بتاع بكره، انجيل حد توما، ان المسيح قال لتوما لا تكن بقى غير مؤمنا، الكل شك، لكن المسيح له المجد مش عايزنا ايه، عايز توما يامن. طب الايمان ده سهل، هيدهوني هو لما اقرب منه هعرفه واتاكد منه. كل ما اقرب من المسيح بيسكب فيا الروح القدس، والروح القدس ده من ضمن الثمر بتاعه محبه فرح سلام، ومن ضمن ايمان وصلاح وتعفف. بلاقي نفسي ثابت كده في المسيح، واثق منه كده هو، لان لي علاقه بيه. اوعى تفكروا الايمان كلمه بتتقال انا اؤمن بيسوع ابن الله مات وصلب عنا زي ما بيقول في قانون الايمان وخلاص، لا. ده الايمان دي مشاعر وقناعه ويقين ومعرفه داخليه حقيقيه ثابته فيا من جوه، ادها لي ربنا يسوع المسيح عن طريق الروح القدس. انا اصدق كلامك يا رب، لكن المعرفه والعمق ده كله هيديه مين؟ يديه الايه؟ الروح القدس. مصدق يا رب ان انت عجيب، طب التفاصيل دي مين هيديها؟ والاحاسيس دي مين يديها؟ والثبات في المسيح مين يديه؟ الروح القدس هو اللي يدي الحاجات دي. عشان كده ايه؟ توما المسيح قال له لك اوعى تشترط يا توما. برضو حد يشتط على ربنا يقول له الا ما اشوف اثر المسامير ومد ايديا في اصبعي في مكان المسامير ومكان الحربه مش هامن. حد يشترط كده يا توما؟ وتلاحظوا ان اغلبيه الاباء بيقول ان توما ما مدش ايده مكان المسامير، لكن المسيح اداله هذه النعمه لا تكن بعد غير مؤمنا، فهو قال له ربي والهي. وده كان اول اعتراف يعترف الاباء، حد من الاباء الرسل، ان المسيح هو رب واله، ربي وايه؟ يعني انت الرب بتاعي انا وانت الاله بتاعي انا. مريم المجديه قالت له ربوني، الذي تفسيره يا ايه؟ يا معلم. لكن توما هنا كلم في عمق اللاهوت، قال له ربي وايه؟ والهي. وبكده هو عبر عن ايماننا كلنا بالمسيح ان هو ربنا، زي ما يقول كده ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. عيب ان احنا نقول يسوع كده مجردة، يسوع راح، يسوع عمل، يسوع مش عارف ايه، لا، ده ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ليه اتقال في الانجيل يسوع؟ لان كان بيشرح للرومان عن شخص اسمه يسوع، بس بعد القيامة ما نقدرش نقول يسوع، نقدر نقول ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونقول الذي له المجد دائما ابديا امين بالفلم المليان. فتوما عبر عن ايمان الكنيسه كلها بالمسيح، ربي وايه والهي. وكده دخلنا في الحياه الجديده مع المسيح، خضوع وخشوع وحب له، ونمشي معاه
له ومن أجله وبيه، وحياتنا كلها تبقى جديدة مع المسيح. كل ما نضعف نلاقي المسيح لحقنا على طول، بس المهم احنا ايه؟ نقرب منه، نتصل بيه، سواء في الصلاة او في صلاة متناول من جسده الحقيقي ودمه الحقيقي اللي يأكلني يثبت فيا وانا فيه، انا اقيمه في اليوم الايه؟ الاخير. والثبات في كلمته، الكلمة بتاعته دي قوية جدا، خلي بالكم كلمة الانجيل كلمة قوية جدا. يقول اللي مولود من الله زرعه يثبت فيه. طب ايه الزرع ده؟ زرعه يعني البذرة اللي بيبذرها فينا، اللي هي الكلمة بتاعته اللي بتشتغل في قلوبنا وتغير فينا وتحببنا فيه وتعلمنا. عشان كده استعجب ان ناس تيجي متأخرة القداس عايزة تتناول وخلاص، مش عايز تسمع الكلمة ولا تتأمل فيها ولا تقعد تنصت تفهم ايه ده وليه ده، تتناول كده وخلاص وانت مش عارف اي حاجة، من غير معرفة، من غير ما تعرف كلمته وتعرف محبته وتعرف شخصه. عشان كده قداس الكنيسة ينقسم لجزئين، قداس الايه؟ التعليم الموعوظين اللي فيه التعليم لينا، وقداس الايه؟ بعد كده الاسرار. لكن لازم الاثنين، لان الاولاني استعداد للايه؟ للجزء الثاني من القداس. ربنا يدينا كلنا نحيا الحياة الجديدة، ناخد قوة هي قوة الايه؟ القيامة، نتحرك بيها، نطلب منه وهو هيدينا. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن لأباد الأباد كلها. أمين الليلويا زوك سابت ريكي يوكي أغيب نعماتي كنين كاي كي سوسي ونصوني ونام انتن وشي بولنغو مجي وبنشوي سيسوس بي خريسوس بورن تي بو افتون في بولخنيس موخين بي او او ايم شوم ستي مو نينان كيري ليسون كيري بلوكي سون اميز مويروز مويروز خنات ان يكوني بولكم بي ازمو بخريستوس بنوتي امين سيشوبي. ايها المسيح لنا ملك السلام، اعطينا السلام وقرر السلام وفي الاقتال الملك والقول مجد امين. اجعلنا رب مستحقي قلب الشكر يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد. والآن محبة الله الآب نعمة ابن وحيد شركة